كأس من الماء صالح للأكل، الحلم هون أصبح واقع مع اختراع كرات مليئة بالماء تشبه الفقاعة. أكيد، واخترع 3 مهندسين بريطانيين فقاعات أوهو المليئة بالماء لأول مرة بعام 2014، بس هلأ كمان عم يعملوا ويجمعوا المال لقي تحت هالابتكار أيضا، ويكون متاح بالأسواق طبعا للبيع، وطبعا بغضون عام هذا الشيء. الهدف زينب من هذا الاختراع بحسب المهندسين القضاء على نفايات التعبئة والتغليف نهائيا، وتعد فقاعات أوهو البديل المناسب المستدام للزجاجات البلاستيكية والأكواب، وهي مصنوعة من مستخلص الأعشاب البحرية.